السلام عليكم، معكم حميد طرباوي، موظف قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم الوسر، ينظم إقليم الوسر النسخة الثانية لدوري كرة القدم جينار شيوفوت تحت شعار قيام وتنافس في الفترة الممتدة ما بين 8 و24 ماي. يضم هذا الدوري عدة فرق سيتنافسون فيما بينهم في حوالي 50 مباراة لتتوج بالمباراة النهائية ما بين ذكور وإناث. وهذه الفرق تنتمي إلى مجموعة من الجماعات مثل جماعة بوسكورة، جماعة ضرب عزة، جماعة ولاد عزوز، جماعة نواصر وجماعة ولاد صالح. حضر هذا الحفل البهيج كل من السيد العام لإقليم نواصر ووفد مهم ورؤساء والسلطات الأمنية والإقليمية لعملية إقليم نواصر. وعدة فعاليات رياضية وثقافية ومنشطين رياضيين. عبد الحق أمزيل، رئيس مساحة الشؤون التربوية والتخطيط والخريطة المدرسية بمديرية إقليمية للنواصر. هذا الدوري هو دوري جينيراسيون فوت نواصر في نسخته الثانية بعدما مرت النسخة الأولى في ظروف جيدة ورجع السيد العام إلى أن ينظم النسخة الثانية. وهذه النسخة هذه كتأتي في إطار شراكة ما بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالنواصر. هذا الدوري هذا ديال جينيراسيون فوت نواصر كيضم لاعبين ديال الثانويات الأهلية بالإقليم اللي مجموعة 19 ثانوية أهلية. غيكون عندنا 50 مباراة على في فترة ممتدة ما بين 8 ماي و 24 ماي. سيتخلل هذا الحفل هذا مجموعة من اللقاءات وحضور مجموعة من الشخصيات الوازنة على المستوى الكروي والرياضي والثقافي. الشعار ديال هذه الدورة هذه هو قيم وتنافس. اختارنا هذا الشعار هذا وبغيت نقول بان هذا الشعار ديال قيم وتنافس اختاره السيد العام إقليم نواصر شخصيا على اساس اننا باش نحفزوا الوليدات انهم يكون هناك تنافس ولكن باستحضار القيم النبيله، القيم الاخلاقيه، الروح الرياضيه وتنافس شريف.